استكمالاً لجهود السلطنة في تنمية مجتمع عمان الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية، وللاستفادة من المعلومات والبيانات التي تنتجها الجهات الحكومية، قامت هيئة تقنية المعلومات بتدشين مسابقة عمان للبيانات المفتوحة. هي مسابقة تسمح للمشاركين بالعمل عن بعد في أي مكان وإشراكهم في حلقات عمل لمتابعة سير العمل وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم، وتستهدف الأفراد من ذوي الخبرات في مجالات التصميم والتطوير وريادة الأعمال والهندسة، حيث تركز بشكل أساسي على تشجيع المشاركين على إيجاد فكرة لاستخدام البيانات المفتوحة المقدمة من الجهات الحكومية وتوظيفها لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالقطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم والتوظيف، السياحة والخدمات السياحية، الصحة العامة، الزراعة والثروة السمكية، الطاقة والبيئة. بلغ عدد المشاركين في المسابقة 223 مشاركاً ومشاركة، توزعوا على 39 فريقاً. تأهل منهم 19 فريقاً لمقابلة لجنة التحكيم، حيث اختارت اللجنة 10 فرق تأهلت للمرحلة النهائية. سيتم اختيار 3 فائزين بناءً على تصويت الجمهور بنسبة 25% ولجنة التحكيم بنسبة 75%. فكرة المشروع عبارة عن تحليل بيانات المأخوذة من وزارة القوى العاملة وهيئة سجل القوى العاملة، والتي تتضمن أعداد العاملين والتي سوف تعطي قراءات واضحة للمستقبل لجميع الوظائف المتوقع توفرها خلال السنوات القادمة. هي الفكرة عبارة عن نظام الطوارئ الذكي. الفكرة تهدف إلى تقليل نسبة الحوادث الموجودة في الشارع، خاصة في الفوكسينج في سمارت سيتي. طبعاً هذا الجهاز هو عبارة عن 3 سنسرات، سموك والساوند والجي بي اس، مرتبطة بالأردوينو اللي هي راح تلتقط البيانات لما يحدث الحادث، بعدين راح تحولها إلى رزبري باي. رزبري باي اللي هو السمول كمبيوتر راح يحولها للجهات. فكرة جميلة جدا، يعني عجبتني الأفكار المطروحة من الشباب، يعني في أفكار جديدة وتستاهل يعني المساعدة. في منها ممكن يعني سهلة تكون يعني كوميرشال وتتسوق يعني بطريقة سهلة. السلطنة قطعت شوط جيد في مجال البيانات المفتوحة، وصارت العديد من الجهات الحكومية تنشر بياناتها على الإنترنت. هذه المسابقة تعتبر خطوة جيدة في هذا المجال، لأنها راح تشجع الجمهور على استخدام هذه البيانات وراح تعرفهم على إيش موجود منها أيضاً على الإنترنت. الفرق اللي شاركت في المسابقة كانت فرق متنوعة، في بعضها كان موظفين، في بعضهم كانوا طلاب، في بعضهم باحثين عن عمل، وأتوا أيضاً من مناطق مختلفة من السلطنة، وكان هذا شيء جميل. مسابقة عمان بيانات مفتوحة حققت أهدافها. شفنا يعني أفكار جداً ممتازة استخدموا فيها بعضهم بيانات المفتوحة. استعرضنا في هذه المسابقة العديد من المشاركات، حقيقة كانت مشاركات مثرية، تفاوتت المستويات بين الجيدة والممتازة، وهناك بعض المشاركات كان دون المستوى من حيث استخدام البيانات المفتوحة. حقيقة مثل هذه المبادرات توعي المجتمع، وليس فقط المشاركين وإنما حتى المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية وغيرها في ضرورة استخدام البيانات المفتوحة لكثير من الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات. مشاريع بأفكار خلاقة وتطبيقات عملية يمكن الاستفادة منها تجارياً واجتماعياً، وهي سكني، خدمات سكنية للطلاب، داتا أناليتيكا، منصة لتحليل البيانات، بلا حدود، منصة للخدمات السياحية، داشبورد، لوحة تحكم لمركز التشغيل الوطني، أونلي وان مون، منصة للتسوق، شوبينج فاسيليتيتور، منصة لشراء المواد الاستهلاكية، أومان تيك، منصة للوظائف، داتا بوت، نظام تحليل بيانات الوظائف المستقبلية، انفست جو، منصة للفرص الاستثمارية، هورايزونز، منصة للتبرع بالدم. المشاريع الفائزة: فازت 3 مشاريع اختيرت من قبل لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، والمشاريع هي: الفائز بالمركز الأول،
مشروع شوبينج فاسيليتيتور، وهو تطبيق يعرض المواد الاستهلاكية ويسهل للمستهلك عملية البحث ومقارنة الأسعار. الفائز بالمركز الثاني مشروع انفست جو، وهو تطبيق يهدف إلى إيجاد فرص الاستثمار الملائمة لكل مستثمر مع خاصية تحليل البيانات بحسب المنطقة والمكان والوفرة. مشروع سكني الفائز بالمركز الثالث، وهو تطبيق يساعد الطالب في الحصول على سكن في أسرع وقت ممكن بالقرب من الخدمات التي يحتاجها الطالب من محطة مواصلات ومركز صحي ومطاعم. البيانات المفتوحة عالم واسع من أجل الإسهام في حلول عملية مبتكرة.